فونكسيون الاولى جيت برايس منين نعيطوا لها من هنا دونك فونكسيون جيت برايس هما كاع جيت برايس جيت برايس جيت برايس جيت برايس مي هنا نفرضوا باللي احنا البرايس عندنا يعني برايس هنا فوالا البرايس هنا واش هي هو درنا له انيسياليزاسيون هنا هذا البرايس عملنا له انيسياليزاسيون هنا كتربة نجيو هنا تستقبل هذا البرايس كتربة وترجع لنا هذه العملية الحسابية دونك باغ اكزومبل نجيو هنايا نعملو لها باغ اكزومبل 60 فوالا نعملو 60 هنا هادو خلوهم يعني مازال يعني هذه الفونكسيون الاولى نفرضو لا فونكسيون الاولى هذه نشوفو شحال يعني البرايس بعد مرور يوم نجيو هنايا الفونكسيون هذه نيكزيكيتي ونشوفو النتائج دونك هنا اش قالنا قالنا overloading function and float and return keyword فوالا دونك هنا واش قال لك انت فلوت اي انت النتيجه واش راح تكون نتوقعوا فلوت فوالا فلوت توقع النتيجه اللي راح ترجعها لنا الريتورن راح يكون فلوت نعاود نيكزيكوتيف اكزيكوت تري بيان دونك هنايا يعني افيشنا دون ما افيشنا ولا شيء ولكن بصون خطا يعني هنا درنا اوفرلودينغ لا فونكسيون جيت برايس يعني بشكل صحيح دونك هنا ما فيش لنا حتى شيء باسكو حنا ما درنالوش كونسول لازمنا نديرو له كونسول دوت رايت كومسا كونسول دوت رايت لا فونكسيون تاعنا هادي اللي تحمل بارامتر واحد الفونكسيون اللي تحمل بارامتر واحد وين هي تستقبل بارامتر واحد اللي هي هذه راح يعمل نداء لهذه علاش لانها تستقبل ان سول بارامتر ما راحش انت تقول لي انت قلت جيت برايس عملت نداء بلانستونس دوت جيت برايس دروك جيت برايس ومديت 60 مديت 60 يعني هو راح يجي يفتش هنا يشوف جيت برايس جيت برايس جيت برايس هذه ترو بارامتر هذه دو بارامتر هذه ان بارامتر يعني حطيت انا غير 60 هنا يعني راح يهز هذه اكزيكيتيها ويعطينا النتيجه اكزيكيتي نحو سكرين عاودو نيكزيكيتي اكزيكيت لي ليمون فوالا كما راكم تشوفو وبالمناسبه هنا كما راكم تشوفو هزلنا 60 يعني هزلنا القيمه هذه هنا هزلنا القيمه اللي فوتناها في لا فونكسيون ما هزلناش القيمه اللي واش هي اللي حنا ديفينيناها مديناها للبرايس هنا اللي فوتناها في البرايس يعني هز القيمه اللي تستقبل لا فونكسيون ديريكت ميم سي نتا عطيتوها قيمه هنايا يعني ما عندناش يعني حاجه بها حنا عندنا حاجه بلانستونس باش نلحقوا لا فونكسيون جيت برايس اللي هي اوفر لودين ايماجينو مانتنون نعيطوا لا فونكسيون زوجة فونكسيون زوجة تستقبل واش تستقبل انت برايس وفلوت تيفيا دونك انت برايس برضو ست فوسي برايس هو 45 والتيفيا هي باغ اكزومبل 0.17 ولا 0.14 فوالا دونك هنا عندنا دو بارامتر دخلناهم هو واش راح يدير هنا لا فونكسيون التي تحتوي على بارامتر واحد لا فونكسيون تحتوي بارامترين يعني راح يهز هذه راح يرجع لنا النتيجه تاع هذه ممكن نجيو هنايا بارامتر واحد بارامترين عيطنا ليها نفس الشيء بالنسبه لا فونكسيون نيميرو 3 يعني دير هكذا ودير فونكسيون تمد برايس باغ اكزومبل فوالا تمد لها برايس هكذا تي فيا تمدو 0.1 دا فيرغيل ابري واش تستقبل انت فلوت دايز دايز يعني نفرضوا باللي هنا يعني نفرضوا شهر 30 جو ابري شهر شحال راح تكون البري تاع هاد وبيان سور ما ننساوش نعملو كونسول دوت رايت كونسول دوت رايت هنا كونسول دوت رايت هنا نسكر الاقواس و دونك في هذا الشكل انت يعني جيو هنايا هذا كونسول دوت رايت كونسول دوت رايت سي جوست هنا ما نساوش يعني بلاص سوت على لي سلاش ان هذا يعني سي جوست باش ننظمو الكود تاعنا يكون يعني مفهوم فوالا ديرو كونترول اس ونسجلو ونعاودو نشرحو من جديد يعني العملية كيفاش قاعدة تصرف الاوفر لودينغ تاع لي فونكسيون
هنا عطانا دي زيرور اوفرلودينغ ماتش. هنا جيت برايس دو بارامتر، جيت برايس ان سول بارامتر، جيت برايس دو بارامتر اند فلوت تي فيا اند فلوت تي فيا. فوالا هذه ايرور الاولاني. الزوج واش قال لك؟ نفس الشيء يعني. هنا واش عندنا؟ عندنا اند فلوت اند اند فلوت. هنا لازمك تزيد اف على فان كما تعلمنا في الدروس السابقه، على فان باش يفهم الفلوت، سينو ما يفهمهاش. اكزيكيتيف فوالا تري بيان، ما عندنا حتى مشكل. برك الاوفرلودينغ تاع فونكسيون جيت برايس ترى بنجاح. يعني شوفوا معايا كيفاش حنا كي درنا كونسول تاع الفراير دو جيت برايس، عطينا بارامتر 60. 60 هو الاولاني هذاك ماك تشوفوا فيه 59.898، يعني بعد مرور يوم، بعد مرور يوم هاي كيفاش ولا، يعني بعد مرور يوم البرايس اللي كان عاد الثمن تاعها. نفرضوا هنا يمدوا الثمن ثابت باش نشوفوا لا ديفيرونس. فوالا 60 كوم سا، الثمن ديما يقعد 60 تاع المقلات تاع الفريتوز. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا بعد مرور الايام الفريتوز بعد مرور يوم، ها وشحال البري تاعها اللي هو هذا الاول. اعمل نداء لا فونكسيون الاولانيه اللي عندها بارامتر واحد اللي تستقبل انت برايس. الزوج هو 59.832، يعني بعد مرور يومين مي تستقبل بارامترين، تستقبل برايس وتستقبل مع البرايس وش هي البرايس والتي فيا. التي فيا سيت فوا سي مديناه فاريابل، في الدروس السابقه مديناه ديريكتومون هنايا 0.7، هنا مديناه فاريابل. ومن بعد مشاش التنفيذ هنايا اللي كيجينا نعملو نداء، دخلنا انيسياليزينا ديريكتومون. في لا فونكسيون الثالثة تستقبل ثلاث بارامترات، يعني الانت برايس والانت برايس كذلك والفلوت تي فيا فلوت ولي دايز. فوالا راكم تشوفوا هنايا تستقبل 60 اللي هو البرايس، وهنا تي فيا 0.20، وهنا بعد مرور بعد مرور 30 يوم، بعد مرور 30 يوم البري تاعها هو 56 اورو. دونك هذا هو الفائده من الاوفرلودينغ. الاوفرلودينغ هو انك عندك فونكسيون وحده عندها نفس الاسم مي ديفيرونت بارامتر نمبر بارامتر، يعني هذه عندها عدد واحد من تستقبل بارامتر واحد، هذه تستقبل اثنين بارامتر، هذه تستقبل تروا بارامتر، يعني ثلاث بارامترات ولكن نفس الاسم. هذا يسمى الاوفرلودينغ فانكشن، يعني في السي شارب ولا في اي لغات برمجيه. يعني انا نقول لكم اللي راح تقعد ثابته ميم سي في لغات برمجيه واحده اخرى، الاوفرلودينغ هي فونكسيون وحده وعندها ديفيرونت بارامتر، ديفيرونت نمبر بارامتر، يعني هنا نمبر بارامتر واحد، دو بارامتر، اي تروا بارامتر. يعني وانت عندك لا فونكسيون تاعك واش تحب دير لها، يعني هنا من دامها تستقبل بارامتر راح ترجع لك قيمه، وهنا تستقبل بارامتر ترجع لك قيمه، تستقبل بارامتر ترجع لك قيمه، ابري تعمل لينيسياليزاسيون تاع لي بارامتر تاعك. هنايا هو كيفاش يفهم، يعني الكومبيلاتور كيفاش يفهم، يفهم باللي هذه الفونكسيون الاولى لانها بارامتر واحد. كيفاش يفهم باللي هذه راهي لا فونكسيون الزوجه اللي هي هنا، هذه لا فونكسيون الزوجه باسكو عندها دو بارامتر، وهنا احنا فوتنا دو بارامتر. هنا يفهم ثلاث بارامترات، يعني راح يعمل نداء لا فونكسيون صاحبه ثلاث بارامترات اللي هي هذه. وهكذا عندك فونكسيون واحده اخرى فيها اربع بارامترات، هنا تعمل انيسياليزيسيون اربع بارامترات، وهكذا يعني تستمر الاوفرلودينغ تاع فونكسيون نفس الاسم ديفيرونت نمبر بارامتر. دونك نتلاقى في دروس اخرى بتفصيل اكثر عن لي كلاس في السي شارب.